صباح الفل عليكم يا أبطال، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايماً، ومعاكم يحيى. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل الجرس واضغط لايك للفيديو عايز يوصل لعدد كبير من الناس، وإحنا لسه مستمرين في سلسلة فيديوهات نصايح لطلاب الجامعة الجدد. لو لسه أول مرة تتابع هتلاقي الفيديوهات في البطاقات فوق، هسيبها لك برضو في شاشة النهاية. ده خامس فيديو في السلسلة دي، ففعلا هيفوتك كتير لو ما تابعتش الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات الجاية. تمام، النهاردة في سؤال مهم جالي، وهو إزاي أختار صحابي في الجامعة. عايز أعرفك على حاجة معينة. الجامعة مجتمع كبير جدا، في الصاحب الكويس وفي الصاحب الوحش، وفي اللي خلق وفي اللي على دين وفي اللي على أدب وفي الصايع زي ما بقول لك كده والله. بس عايز أقول لك على حاجة، حاول إن أنت تفرق بين الزميل وبين الصاحب اللي هو بيكون الصديق، لأن زي ما بيقولوا الصاحب ساحب. فأنت لو صاحبت واحد قوي وقربت منه، لو كان على علم وخلق ودين هتكون زيه، طيب لو العكس برضه هتكون زيه. طب يعني ايه ما صاحبش؟ لا، خلي الزماله تكون عارف كل الناس، يعني ازيك اخبارك ايه تمام وكده، دي الزماله لكل الناس في الكليه، لان المعارف مهمه جدا وما تكونش انطوائي. طيب مين الصاحب اللي اختاره؟ انت طبعا في الكليه ممكن تلاقي معاك اصحاب من اعدادي وثانوي، ممكن يكون من ابتدائي كمان، فانت كده كده اكيد عارفهم وعارف مين فيهم الكويس وهتكون معاه. طيب لو انت داخل كليه لسه ما فيهاش حد ما تعرفهوش، فانت هتحاول ان انت تقعد في المدرج الاول او الثاني بالكتير. ليه؟ لان تقريبا دول هم اللي بيكونوا عاوزين يسمعوا للدكتور ويتفوقوا ويكونوا من المجتهدين، وغالبا بيكونوا من الناس اللي على خلق ووعي ودين ومحترمة ومتربية كويس. فانت اما تقعد يوم اتنين تلاتة، اول اسبوع في الكلية، اول شهر، خلاص هتعرف الناس دي وهتكون زي علاقة قوية معاهم، فبالتالي كده هتعرف ان انت تطلع صحابك من الناس دي، وبالتالي هتذاكر زيهم، ولو في سكن كمان هتسكن معاهم، فبالتالي هتكون كده انت اخترت الصاحب المناسب والمفيد ليك. طيب والباقي؟ تكون زمالة عادية، ازايك اخبارك ايه، وتكون حلو مع الكل. لكن اللي انا قلت لك عليهم انهم كويسين في البنش الاول والتاني، دول اللي يكونوا اصدقائك فعلا. تمام، لو عندك اي حاجة تاني عايزين نتكلم فيها ما تترددش، اكتبها لي في التعليقات تحت وان شاء الله نعمل عليها فيديو. اشوفك على خير يا بطل في فيديو جديد، مع السلامة. ما تنساش الفيديوهات هتظهر هنا دلوقتي، هنا وهنا 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 كتير على الشاشة كده، فاللي يعجبك ادخل عليه وهيفيدك ان شاء الله.